حاليا اخر مره شفت ان اللي مربي رضا ولد الشنوي مع كل تحياتي له عند التنازل في اليد ديالها، ومتوقع انها تجيب اليوم باش غيتها تخرج عند والديها، لان غيتها كيف ما كان لها كتبقى وليه ونص عقل واللي كيحقر الوليات راه ماشي راجل وذنب الوليات صعاب. انا غيتها شحال عيرتني عمرني دعيتها، واخا هي دعتني ما درتش لها شي كي مضاده، لانني عارف ديك السيده طفله شوف شوف المراه واخا تكبر الله يجعلها تكون عندها 60 عام راه كتبقى صغيره، راه حنا مالي على الاقل فعيل ديال الرجال كان ليه بيل وكتقولوه بيل وندير لكم خاطركم. انا الحمد لله تعلموا مني واحد الشويه، الانسان ملي تاكلوا طعامه ويدير فيكم الخير بقوا واقفين معاه فهمتيني، نزار باش احسن منكم، باش انا كنفتخر انني احسن منكم اللي وقفت معاه بلا ما نقول الخير اللي كندير، لان ما غيبقاش خير وما والاجر ما غيبقاش اجر. اي غيتي دابا جاتني الدقه صعيبه في غيتها اش خليت عليها الجلسه الرابعه، وانا كنخلي خدمتي وكنخلي بزاف ديال الامور وما كننعش وكنكون حاضر امام المحكمه ديال عين سبع. اشنو كيبان لك في المشاكل ديال المواقع التواصل كيوليو في الحقيقه كيوليو كتكونوا ضاحكين حتى كيوليو المشاكل. دابا بنادم دابا بنادم كيعيرك انت ملي كتعيري كيدعيك، هادشي بقى في السوشيال ميديا خلوه في السوشيال ميديا، علاش مدخلين القانون ومدخلين السلطات؟ واحد الامن الوطني درت لي الماء في الركابي. واش كتبغي ريتها؟ اه وكما كنتش كنبغي ندير على هاد الحاله هادي شو ولو كو كانت غير صديقه ديالي بقى غير من بعيد بقى ندعم معها، ولكن انا كنوقف وهاد الوقفه ديالي راه ماشي غير اعجاب، هاد الوقفه ديالي راه حب حقيقي، والرجوله ديالي هي اللي كتخليني نوقف على رجليا ونبقى نهضر ونبقى واقف معاها. شنو قضيه الوشمه ديالك يا نزار؟ انت واش من هذا واش مغيتها كيفاش؟ الوشمه الاولى كانت ندى وكلاني واحد الفنيده فيها جمجمه المرتب وقال دولي بران هذيك ياك ليكستا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا كان هذاك توكليني ليكستا ما خليتك منك الله سبحانه وتعالى هو اللي ياخذ الحق، وراه الحق بدا كيتخاد. القيده غير زوينه لقيت فيها الرجوله، ديك السيده ما كتهضرش ما كديرش بزاف ديال الحوايج اللي كديرهم الاخرى، الاخرى حريميه في الافعال ديالها فهمتيني، وبزاف ديال الحوايج واخا ما ارتحيتش لها غير تلقيت فيها الجمال والزين واي حاجه خلقها الله في هذا الكون كان في غيتها. غيتها هي المراه الحقيقيه المراه الحديديه فهمتوني، انا غيتها كنشوفها انها كاينه بنفسها لدرجه ما بغات حتى شي واحد يوقف معاها، كاينه شي وحده طايحه في هذا المشكل هذا وما تبغيش شي واحد يوقف معاها. بغينا نعرفوا اني زار واش باقى ندى حاسي في الذمه ديالك؟ بيان سيغ باقى في الذمه ديالي، باقى الزوجه ديالي وكاينه في تركيا، اشنو كدير في تركيا الله اعلم، مراتي كاينه في تركيا فين كاينه الله اعلم، هذا السؤال كنوجهه لكم نتوما ونتمنى تعطوني جواب اللي غادي يقنعني، اين هي زوجتي؟ فين هي مراتي؟ هربت لي من الدار ومشات لتركيا، مخلي لها الدار ومخلي لها المصروف ومخلي لها كل شيء، فين هي ما فهمتش. اش كدير في تركيا؟ كدير داكشي اللي كدير الحرف اللي دارت تما قبل ما تولدها. نادى واحد الانسانه اللي هي شريره فهمتيني، والشر كيبان من العين ديالها، انسانه كتحفر حفره وكطيح فيها وما كتبغيش خير البنادم وديما ما كتطفروش، غيتها لا غيتها كتبغي الخير الناس صريحه، الانسان الا لقات فيه شعيب كتواجهه فاس كتقولي انت عندك وانت عندك، هادشي علاش غيتها ديما نصره، والخير ديال غيتها هو اللي مخلى هذا العبد الضعيف واقف. دابا انا اش من ربح عندي؟ انا كنصور راسي كنقول انت شكون غيتها اللي واقف معاه بحال هكذا؟ ولكن ملي كنشوف ان الحب اللي عطاني الله من جهته كنعذر راسي علاش واقف معاه بحال هكا، لحقاش هاد التسخسخه هادي انا كنحس بالراحه. نزار انت في الغابه وكتجي كتطلع وكتنزل وكتطيح واش كنتي في هيستيريا؟ اشرح لنا. كنت في هيستيريا، الناس كيعيدوا وكيدبحوا وكيديروا، انا ما ذبحت ما سلخت ما والو. اشنو درت؟ انا ما كنتش متوقع ان غيتها غدوز العيد الكبير في السجن، ملي كنتخيل ان غيتها غادي تدوز العيد الكبير في الحبس، فراه طلعت كنت انا نشرح لكم التفاصيل، كنت ناوي نطلع فوق الجبل نغوت، مع ديك الطلعه اللي طلعت تعكلت رجليا طحت تمرمت. وتصورت ديك اللقطه لا حول ولا قوه الا بالله. عندك شي تواصل معها غير دابا؟ ما عنديش، انا ما كرهتش نتواصل معها، ما كرهتش يدخلوني عند الحبس غير نهضر معها ونخرج. والله العظيم. اتمنى داش من قضيه عندها. داعيه واش شي كايدي ما تفعلتش، والتهمه انا كنظن انا ما تكون ما مثبتاش، قلت لك لا غيتها عيرت ليها بنتها. بنتك وكيلة الملك، انت شكون جبد بنتك ما فهمتش؟ غيتها كتجبد واحد الانسان كتقول ديك الخنصار هكذا. نادى دايره ديك البنت كسلاح كتحارب به عباد الله، قالت لك لا حقه غيتها عيرات ليا بنتي، بحال دابا انت باغا تفك الخدمه كتهضري عليا انا وما كتسمينيش، غتخرج نادى تقول لك تلصق لك بنتي وتقول لك راكي عيرتي ليا بنتي. سيري يا بنتي الله يرضي، شوف الله يرضي عليك، الله يهديك نادى الله يهديك. انا غير نسالي المشكل ديال غيتها وغندوز للملول حتى هو. الملول ما كرهتش انا واش مسميت واش موجه انا، ولكن الغالب الله بنادم بغا يفهمني غلط. اخر كلمه تبغى تقولها لولد الشينويه ونادى؟
نادى ما عندهاش الكلمات نادى فهمتيني غنقول لها الولد الشينويه الولد الشينويه شكرا بزاف على التنازل ديالك وصراحه غيتا ملي تخرج غتكبر في عينيا وغتولوا اصدقاء لانك انت غلطه في غيتا وغيتا غلطه فيك نتايا وانت غلط في غيتا والله ياخذ الحق في الناس اللي عمرك وراك اعترفتي بها فمك بلا ما تشعر انك تبي خاصم معها اختنا في الله رضا باقا واش ما دار نادم غتحيد دير لها حصص دير بالله يزر حقاش هذا كانت اكبر غلط عمرني بغيتها انايا كنت كان غير اعجاب ولكن غير حب حقيقي ما عرفت زربات عليا لقاتني ما مدوز لقاتني ولد الناس كانت كتسد عليا امي في الكرياج ما كنرافقش اصدقاء السوء وهذاك الفانيين ما عرفت ملي كنت كناكلو ما عرفت كان كيجيني الحنان وكنبقى نعرق بزاف ما عرفتش هذاك الفانيد ما عرفتش شنو هذاك الفانيد المحبه المحبه ما عرفتش الناس اللي واش قرقوا فيه هذاك ولا دواء ولا ما عرفتش شنو هو بالنسبه لولدي هذاك ولدي والله ما تخلى عليك وقف عليه في المناك وقال له الوالد وقف عليه وقف على القضيه ديالي رد القضيه راي عام ولدي قتلات وليا درت ليه الكورطاج وانا اتحمل كل مسؤوليتي على الهضره اللي كنقول هي كتقول طاح ليا طاح ليا هي راه طايحه خلوق راه هي اللي مشات طيحاته وقالت لك تكذب حق راني زار عصبني ديك انت من عقلتها وانت كتعصب من عقلتها وانت مضاربه انت امك انت كما كتعصبي انت المشكل ديالي ولا غادي يعصبك سير بقيت كتبي عليها بهاد الله سير ملي زعما تقول القايده غيتها في النهار اخي كان تقول انني كنبغيها بزاف وكنموت عليها الله يخليك ليا غيتها. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.masinktv.ma